فالأول واحد بيحب لوحده وبعدين كان قاعدين جيران ومشوا بعيد عن بعضهم واحد راح بعيد والتاني في حتة ثانية بعد فترة هو قاعد بيفكر في البنت اللي هو بيحبها قاعد بيغني عنها بيشعر بيقول والله لولا المطيع الحبيبي نحتني اني لحد بعدتي فوق متني وقيس الباحه ونين شراوي ولكن نقول لي قلبي اصبر كما خمسه ايام لما العرب تجمع في الراية التام والعلم الأصرم يبين ما فيه لما العرب تجمع في الراية التام والعلم الأصرم يبين ما فيه واللي يودي لدتي يمسي للثوب خمس امتار وعشرة مجيدي وانا كفيله على الثوب لشيء
deep thunder rolled around their shoulders.
Thank you.
Thank you.